ما هذا من خبر تعلنون للناس مخططاتكم المزيفة؟ ملياردير ياباني سيكون أول من يذهب في رحلة خاصة إلى القمر. وقال هذا الملياردير يوساكو مايازاو للناس: اختار الذهاب إلى القمر، هو يحلم فقط. كم من مرات نسمع نفس الخطة، زي هذه الشركة اسمها مون إكسبرس، وشركة مون إكسبرس الذي يديرها الملياردير العاصمي نافين جين، وهو الذي قال موضحا إن الأمر سيكون من خلال بناء سبيس إكس للصاروخ، ونحن سنصمم المركبة الفضائية منذ 2011 وهم يحلمون على الهبوط على القمر. وما زالت تقول سوف يحدث الانطلاق الأول هذا السنة 2018، ويستمر التأخير من سنة إلى أخرى، وتتقيأ نفس الخبر. على أي حال، الرحلة ستكون إن شاء الله للملياردير الياباني، ستكون إن شاء الله في سنة 2023، فسجلوها في مذكراتكم، وسوف نرى إن شاء الله إما يأخروها أو يزيفوها. وهذا وشكراً.